اللي محافظة المنيا. محافظة المنيا فيها 41.2% منها نسبة الأمية، ونسبة عالية يعني تقريبا 50% من سكان محافظة المنيا لا يوجدون القراءة والكتابة، الثقافة، التعليم. فاحنا من خلالنا ابتدينا الخطوة الأولى في قانون بناء الكنائس، مشروع قانون بناء الكنائس، ثم نتبعها أيضا إيجاد حلول من ضمنها أيضا الجهاز الإداري اللي موجود في المنيا، اللي احنا علمنا كذا مرة ان هو بيتعامل بتراخي شديد جدا مع هذه المسائل. وهذه القضية قضية حيوية، واحنا بنعتبرها امن قومي، وهي جديدة جدا على المجتمع المصري بهذا التواطن وهذا التصاعد. في جزء مهم بس عشان نسيب بعد كده الاخوة يتكلموا في موضوع نائب احمد مرتضى، التاريخ بتاع قانون بناء الكنائس. انا يعني احب اوضح بس ان احنا القانون اللي قدمنا به كان لان ده طبقا للماده رقم 235 للدستور المصري، اللي بينص على يصدر مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس. وده برضه لان في ناس قالت ليه احنا ما قدمناش قانون دور العباده المواطنه، لان احنا بنلتزم احتراما، بنلتزم بالدستور بما يكفل حريه ممارسه المسيحيين بشعائرهم الدينيه. هذا الموضوع له تاريخ بيبدا من العهد العثماني من عام 1856 في ولايه سعيد باشا، ثم عام 1933 وضع العزبي باشا وزير الداخليه في 10 شروط تعزيزيه. والحقيقه منذ ذلك التاريخ تخيلوا ان احنا النهارده في 2016 وبنعمل بهذه المبادئ والقوانين اللي موجوده، ولهذا حسينا ان من المهم جدا ان احنا نتقدم بمشروع هذا القانون في مجلس النواب. شكرا لكم على استماعكم، واسيب عن باقي الاخوه الاعزاء